الصاروخ عشان يدوش وبعدين نضرب. الكورة عشان يقعد والصاروخ عشان صحيح. Thank you.
طالع على البيت بس. والمرحلة بتاعت الواد الصغير اللي حميه ده صعبة جدا. فتحت الأمبريلا. او ماي جاد، ايوه دي انا عارفاه. لا صعب. امشي خليك ماشي، تعالي خليك، ارجعي ارجعي ارجعي، لا ارجعي امشي. اخيرا عرفت ازاي. ادي الغراب، بص كل هاتي ايه ده، اعوذ بالله. عارفين باب الخروج اللي كنت بخرج منه تاني؟ مش من هنا. كل الاوراق دي اصلا اختفاء ابنه اهو اخيرا. بعدية انت اهو. هطلع فوق عشان الحق احميه. لا انزلي تحت. سخيف، اخلص بقى. ميو ميو. ايه هو مش هو اللي بيلعب؟ استني خليكي بص على الشباك، خليكي بص على الشباك من تحت. اه هيجي يا ابني من تحت. ايه ده؟ ما يقف من الصوت. ايه ده؟ يا غبي! هو اللي زعلني يا صح. يلا بسرعة 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 بسرعة. اجري 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 اجري. لا لا الوحش ده الوحش ده. دي آخر مرحلة الحمد لله. يلا انت بسرعة بسرعة. تعالى على اللي جنب السلم. ايوه لا بس ده. بس اهدي 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 متخافيش. افضل ماشي عند السرير عند السرير. ده هو الولد جاي. امشي عند السرير. ده هو جاي. ايوه امشي امشي. هو جاي من هنا. هيقعد عند السرير. تخيل انت بقى لو كنت مش لا 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 أصعب مرحلة. لا دي مش أصعب، في أصعب من تحت. فاكرها دي. هيقعد هنا أو هنا؟ إيه ده؟ هيقعد هنا؟ لا لا لا. نهار أبيض. أنت تطلع الحر. بسرعة. والله هو اللي ماشي. آه دي؟ ليه؟ انت كنت بتقعد بالساعات لغاية ما كنت بتتنفس صح؟ نايم. يلا يا ولد. لكن هلا ايه ده ايه ده، ما تعمليش ميسي. الحمد لله. بس انت طويل قوي مستحيل تخش من الحته دي. بس انا خايف. ده اطول من الوحش. والله نسيت. لا 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 تعرفش اي طريق مختصر؟ ذكائي.
ما انا نسيت ان انا لازم امشي من هنا والله. هو انا بالنسبه له مختفي. هو بيسال نفسه مين اللي بيدافع عني. بص ده سريع كده على السريع هنا بيعمل ميسي. بص بفتكره هنا بيروح رايح هنا يعمل لي ميسي اهو. بص بص هقف هنا يروح هناك. اوه على اخر لحظة والله انجز يا عم. ما هي سهلة بتعصب بشكل العمر. لا 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 بلاش انكر ميسي دي. بقى الولد هيجي من الباب الصغير ده بعديها الشبح هيجي لي وهيكون كل ده بيحلم. يلا يا ابني. بس كده عديتها. محزنة شويتين بصراحة. هي ازاي اكسد دي مكتوبة فوق الباب؟ اكسد يعني خروج من الحلم. خروج من الحلم. والله ما بص كل ده بيحلم ما عندوش جيران اصلا. بص ما عندوش جيران. يلا ادخل بعدين يا شباب.